يشكو سائقو توصيل الطلبات على دراجات نارية في العراق من غياب الضمان والملاحقات المستمرة لهم من شرطة المرور وسط عدم إيجادهم فرص عمل بديلة تغنيهم عن كل تلك الصعوبات، بالإضافة إلى استغلال أصحاب العمل لحاجتهم للدخل المادي. يضاف إلى ذلك مشاهدينا وقوعهم مؤخراً ضحايا لعمليات نصب واحتيال من مواطنين كسائق ديليفري اللي هنشاهده في الفيديو التالي. شغل ديليفري أني طلعت لي هاي 25 مزورة واحد مطيني إياها. أنا ما أهتم والله ما أهتم إن طلعت مزورة، الحمد لله والشكر أنا أجيب الفلوس مو يجيبني، ما أهتم مني. بس أنا أشتغل من الصبح لليل والدنيا باردة، ما قلت إيش قلت الربك إيش قلت الربك من طلعت 25 مزورة. زين أنا سأعوفك من عندي باكر أنت بالقبر، ما تتحاسب على 25 طلعت ياها مزورة، مو حرام عليك مو عيب عليك والله عيب. تطلعنا 25 للعالم مزورة والله ما يصير هجي. شوفوا شوفوا أصلاً ما بينه بابا من المساء طببتها بالجهاز رحت بالصرفة كان يقولوا لي هاي مزورة ليش إيش قلت الربك مو عيب عليك ما تستحي. بس شنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا هاي مال شغل يوم كامل والله. آراء كثيرة تعاطفت مع هذا الشاب في فيسبوك. كتب عدي صالح الله يكون بعونك، بس تقدر تراجع نفس الأشخاص اللي وصلت لهم الطلبات، يجوز اللي انطاك إياها ما يدري ومن واحد لواحد وقعت بالأخير بيدك. محمد جواد قال ولو احتمال جدا ضعيف ما يعرف بيها، لكن معقولة توصي على أكل وتظلم بشر؟ ما عندك خبز وطماطة بالبيت تقبل تأكل حرام؟ مريم عصام قالت بعض الناس وين تردون بعد توصلون؟ ضميركم مات تأكل سم؟ معقولة؟ هذا أكل حرام شلون ترضى الدخل لبيتك؟